يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا تشبهنا بالكفار في أمورهم الحسنة، مش الحسنة، ما هي الحسنة؟ إلى المباحة. إذا تشبهنا بهم في أمورهم المباحة، هذا ما هم من الدين، ما في بأس. هذه منافع، منافع مشتركة، منافع مشتركة. أما غير المنافع من أمور دينهم فلا نتشبه بهم في باطل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأخذنا للمنافع ليس تشبها بهم يا أخي. أصل المنافع للمسلمين، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالأصل أنها للمؤمنين، ويشاركهم فيها الكفار في الدنيا، أما في الآخرة فتكون خالصة للمؤمنين ولا يشاركهم فيها الكفار. نعم.